يرضى يجيبولكم عليك، ما يرضى اخضر. عليك، يجعل سيد خليني ربي اشتري لك يا ولدي كيكة عونه، الله يرضى عليك، ما يرضى غزالة سيد ديالي. ربي ليلى شحشحك اختك، ويحيد لك الله القبيحة يختك من الغزالة الدرك، ديالي. ليلى اختك يرضى. تبارك الله وما شاء الله، خيرات بلادي. الجردة ديالنا رجعت غزالة ما شاء الله تبارك الله. الحامض الخيرات ديال مولانا، وشوفوا تبارك الله ما شاء الله، الحامض عند الدل كيف ما يقولوا ما شاء الله. اللهم يسر وتيسر. واخيرا رجعنا للبلاد، رجعت للبلاد اليوم. جيت عاوتاني نطحن الاخوه الحمد لله. الكميه يعني تقريبا كل سيمانه كتمشي واحد الكميه اللي هي كبيره ديال الزيت، الناس كيطلبوا الزيت وكتعجبهم. ودابا جيت نجيب شي منتوجات من طبيعه الحال، شي ناس وصوني صيفط لهم وجيت ناخذها، وشي حاجه ديال الحامض كذلك ونتوكلوا الحمد. على الله. ما لقيناش الواليده، راه هي في الخلا، راه هي في الزيتون. اوه صراحة ما سخيش نمشي هنا، ولكن صفوان كيتسنى. صفوان 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 الغزال كيتسنى. شوف تبارك الله، هذه كاملة رجعت غزالة ما شاء الله، اللهم يزيد وبارك. شوف كيرجع قريبة تبارك الله. الوالدة فرحانة، عندها عزيزة هذه الليمونة ورا بزاف. مازال القضية مخضرة، الدويرة ديالنا الجميلة القضية مخضرة. ومن عن عام ما سخيش نمشي من هنا، ولكن راكم عارفين غزلان على الابواب. وان شاء الله باذن الله تعالى ما بقى ليها والو، يوم عارف تيسير وبالخير والتوفيق ان شاء الله تعالى رب العالمين. دابا غنمشيو للريحه، غنطحنو، غنتلاقى بعد الوالده واحد البلاصه غير قريبه هنا كيسقطوا. غنمشيو غنطحنو ان شاء الله باذن الله تعالى، نطحنو في هاد الحجره. درت لكم فيديو ديال الريحه ديال الكونتوني العصريه، اليوم غنريحه ديال الحجره الا سخر الله. و قريب ان شاء الله غندير لكم فيديو ديال الرحه ديال الحجره ديال البهائم. الزيت الانواع كلها موجوده، اللي بغاها مرحبا. ديك الساعه نخلي النمره ديال الواتساب، صيفطوا لي ميساج عفاكم في الواتساب، ما تصونيوش ميساج في الواتساب اوديو باش نجاوب فيرمي لا كوموند ديالكم. مرحبا، الف مرحبا. الزيت الحمد لله، الحمد لله ونشكره، كل شيء كيشكرها اكيد اكيد. بحال مثلا كاين شي ناس اللي كل واحد كيفاش، ما يمكنش مثلا 100% غادي يشكروها. كاين شي واحد اللي غايقول لك جاتني حلوه ولا جاتني مره شويه، كل واحد شنو غايقول لك. ولكن الاغلبيه ديال الاراء 99% ديال الاراء يعني اراء ايجابيه. روعه يا سلام ما شاء الله تبارك الله. دابا نخليكم على ما نمشيو نتلاقاو الوالده. الناس اللي وصاونا على الشيبه بعدا، ها هي الشيبه البلديه الغزاله، غنصيفطوا لهم تبارك الله ما شاء الله. داكشي اللي بغاو الخير موجود ما شاء الله، هي بلديه غزال. وكذلك الحامض، غزلان وصلتني على الحامض، غندي لها الحامض. وصلت عند الغزاله ديالي، انا جبت لك الكتاب داكشي اللي لا ايها معكم ايمن. لا لا شنو كيف انت يا عبد الله؟ في الهينون الاخر عبد الله سلم عليه. شي سلم عليه سير يلا، شي سلم على النسيب ديالها ضروري. يلا انا تسلم. وي داك غزلان ولدي عندي معاه الله يفك عليها خير، تهلا بعديك. تشده تشده مسكينه ضروري زيتون يا ولاد. اي هادي محيطون، ها شويه جاتني لكم نشوفكم اخضر. خليني نجيب لك ولدي عونه، الله يرضى عليك، الله يجعل سيد ربي شحشحك ويحيد لك القبيحه من الدرك، الله يجمع لكم الشمس. المشاهدين السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله نحبكم على خير وبخير، وانتم دعوا معنا. ما تشوفوها تتفك غزلان ان شاء الله. نجمعها الزيتون على خير وبخير، ونهود عند العروسه ابني راني والله الى قلبي كله معاه، ونطلب الله يبكوا على خير. حبايب انتم الله يلحقكم شوف شنو لقينا مورا حنا. دابا الوالده كاع ماشيه في الصالون، حنا فرشناه بالصحه والراحه، يدخل عليكم هالطفيل بالصحه والراحه. وعاوتاني مشينا عند لبنى، لبنى فلوكر عرضوا علينا وما بغاوش يحقاش. انت ناجيت النهار اللي طلعت راه عرضوا علينا. شكرا عليها، شكرا. اي هذيك المهم هما حسب البنتي وانت طلعت، عطيني شي تحيه من هنا. يلا شيل لبنى. لبنى السلام عليكم، كيف انت؟ ويماها مسكينه، يماها كانت تتسنى نهار كامل. الحمد لله شكرا. دابا تجيو وريها لك في الفيديو. كنشكرك حبيبه بزاف، ونطلب الله يخليني من روحي ترد لك الخير ديالك. شو عندها اللي قالت شكرا. الله يرضى عليك الحبيب، الله يرضى عليك. انت خويا حسن تبارك الله ما شاء الله. ها الزيت راه اختارينا لك الزيت منوع، فيها الخضراء وفيها الحمراء ما شاء الله تبارك الله. هذه الزويته اللي غتوصل للسويد ان شاء الله باذن الله تعالى. ها انت سيدي اللهم زيد وبارك. شو الخضراء والحمراء والكحلاء، احسن زيت غتوصلك ان شاء الله. ها هي با حسن بعد ما كتخرج كتنقى كتحيد ليها الورقه، ها هي كتحطها في الرحه ديال الحجره ديال الانوكس. اخر ما كاين ها انت الانوكس ما شاء الله، كل شيء يا سلام روعه ما شاء الله تبارك الله. هانت يعني كتطحن كدور غير بشويه بحال كدور بالبهايم ما شاء الله تبارك الله. اللهم زيد وبارك. هات اخويا
هي الحبه الختها ما شاء الله الخير. احسن زيت هي هذه، احسن زيت مخلطه فيها الحبه الخضراء والحمراء والكحله وكتطحن في الحجره، احسن واروع زيت هي اللي غتوصلك اوديها اخويا حسن. سعدات اللي غادي يدي من عندك ان شاء الله باذن الله. هذه هي الزيت والا فلا، ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك ما شاء الله. اخويا حسن بعد ما كتعصرها هو الوريقه ديالنا ما شاء الله، شوف تبارك الله شو غير الزيت ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هذه عاوتاني كنديروها في الشوابي وكتعصر مزيان ما شاء الله. هذا الفيتور ومن بعد ما كدير في الشوامي ها انتم تبارك الله كتقطر غير شويه بشويه تبارك الله، كيهبط داك المرجان داك الزيت تبارك الله ما شاء الله. ها انتم شوفوا ها انت خويا خديال كتصفى تبارك الله ما شاء الله الخير، اللهم زيد وبارك. ها انت خطره ها وطريقه احنا مع بريضه سي رضا الشاب الطيب تبارك الله ما شاء الله. اولا شرف ليا شرف كبير ليا تعرفنا على بريضه وشكرا حيت كيشجعني انا كشاب وتبارك الله بطريقه شاب وخدام في التجاره الموسميه ما شاء الله عليه تبارك الله. هو اللي تقريبا هو اللي يعني كونتاكتاني مع السعيد والعصا. اولا شكرا كلشي بالمرجان بزاف ما شاء الله، استفدت منه بزاف. واللي بغى شي حاجه مرحبا راه كيبيع الخرو اللي كيبيع الخرو راه كيدير كلشي. شكرا بزاف قول شي كلمه صاحبي ولا كيف صافي الله يحفظك اخويا. هذا هو تبارك الله هو الخليفه الخليفه الرابع يعني الخليفه الرابع ديال الرئيس المجلس الجماعي ديال جماعه الرتبه الشاب طيب. قول ما تتبعوها فيه دابا بغيتك من خلال التجربه ديالك انت تقول شنو هي اللي الزيت الزوينه، واش الزيت الخضراء ولا الصفراء ديال الزيتون بحال الخضراء؟ الخضراء الخضراء زوينه الخضراء البرقوقيه، داكشي علاش كنقول لكم احسن زيت هي الخضراء البرقوقيه. هذا طبط الخبره في الزيتون المصارن الزيتون عرف شنو فيه. المهم كل الشكر والاحترام والتقدير لخويا رينيا وكيتعاون معايا واخا عام وكيسالني واحد 7000 سيري اصبر عام وانا نسيتها وهو فكرني فيها واحد النهار خصك تبدل السميه قال لي خصك تبدل السميه ماشي راجل قال لي صليت عليه واحد النهار قلت له قال لي شكون معاك قلت له الرويجل قال لي السميه ما صنعتش خصها تبدل عاد فكرت اللي سالني شي حاجه ما قلتش ولكن شاب طيب الله يعمرها دار انسان معقول والله يحفظك وشكرا خويا شرف لي تبان في القناه ولهنا خطاك يلا سيدي ايوا كما شفتوا معنا انتم تبارك الله ما شاء الله الزيت على يا سلام على حقها وطريقها ديال الحجره يعني كل واحد شنو كيفضل كاين اللي كيفضل ديال الكونتيني كاين اللي كيفضل ديال الحجره اللي كتضرب. المهم بالنسبه للناس كتوضح الفرق ما بين اللي كتضرب البهايم وهذه تقريبا ما كاين حتى شي فرق يعني نفس الامر بحال بحال تقريبا نفس الزيت تقريبا واحد النسبه ديال 95% تقريبا بحال بحال هادشي اللي كاين يعني زيت زيت ايوا واللي بغى شي حاجه من المراه يتواصل معنا كاينه الزيت ديال رحب البهايم كاينه الزيت ديال الحجره اللي كتضرب الضوء وكاينه الزيت هذوك الاينوكس راه يعني داكشي يا سلام وتبارك الله المعصره معروفه بالجوده والنقاء ما شاء الله اللهم امين قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله اللي بغى شي حاجه مرحبا الف مرحبا على الرحب والاستعانه ان شاء الله باذن الله توصلكم حتى لعندكم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. بالنسبه لخارج ارض الوطن الناس اللي كيسولوا راه كاينه فرنسا كاينه بلجيكا كاينه المانيا كاينه ايطاليا تقريبا جميع المدن التوصيل كيكون من اسبوع حتى 10 ايام تكون عندك ان شاء الله باذن الله تعالى. هنا في المغرب الخلاص مرحبا الف مرحبا فقط يكفيكم انكم تتواصلوا معايا من خلال هذا الواتساب عافاكم صيفطوا لي دي زوديو لي زوديو كنجاوب لان شحال من واحد كيتصل وكنكون انا مشغول ولا كنهضر لان عندي جوج واتسابات ويلاه كيكفيو كنكون كنهضر ما كنجاوبوش ما كنردش البال حيت كنكون ديجا عندي مكالمه وكنلقى مصيفط لي اوديو كيقول لك علاش ما جاوبتيناش راه مكالمات كثيره باش يلا كنقدروا نكونفيرميو لي كوموند ديال الناس. الور مرحبا الف مرحبا على راس العين كاين جميع المنتوجات اللي غتلقاوها في اخر الفيديو واللي بغى الجوده اللي بغى الجوده غنخلي لكم نحاول نخلي لكم لي زوديو ديال الناس في الاخر ديال الفيديو وغنخلي لكم لي كومونتير ما كنبغيش نصور كل شيء حيت كاين اللي ما كيبغيش تبان الكتابه ديالو ولا شي حاجه احسن جوده وكونوا اكيدين انني داكشي اللي غنبغيه لراسي غناكل وانا غنبغيهم غنبغي
غنبغيه ليكم وراه باغي نكسبكم العام الجاي والعام اللي وراه والعام اللي وراه. الحمد لله العام اللي داز الناس اللي تقدموا من عندي راه رجعوا هذا العام حيت الزيت داوها كيف ما داوها بقات ليهم وداو الجوده. الحمد لله احنا عندنا الثمن، كاين الثمن ولكن عندنا الجوده، عندنا كل ما هو رفيع جوده وكاين الثمن. يعني شريو الزيت بعينكم مغمضه والله يشهد والله بيننا وفوقنا، لان هذا الشيء هذا راه ما فيهش هذا. شحال غنديو 5 دراهم مثلا في اللترو؟ انت ديتي 6 لترو ما غتقاداش داك الفلوس. الحمد لله كنصفي وكاين المعقول كاين الصفه، غير تهناو من هذه الناحيه. وانا ما كنبغيش نشكر السلعه ديالي والمنتوجات ديالي، يعني كنخليهم حتى كيوصلوا للكليان عاد كيشكرهم. وبزاف ديال الناس ما كيتيقوش، انا كنتعامل بواحد القضيه حتى كيوصلوني الفلوس عاد كنصيفط ضروري، لان بزاف ديال الناس ثقت فيهم وصيفط ليهم وما عاودوش خلصوني. الور انا معروف الحمد لله معروفين، يعني الى ديت لشي واحد شي درهم ولا شي حاجه يخرج يدير عليا فيديو. والحمد لله تشوفوا غير الكومنتار، ما عمركم تلقاو شي كومنتار ماشي هو هذاك. نتمنىهم الله الخير وشكرا لكم كاملين، شكرا للناس اللي تاقوا فيا واللي عاودوا تاقوا فيا هذا العام، وشكرا للناس اللي تاقوا فيا هذا العام وغيتيقوا فيا العام الجاي ان شاء الله باذن الله. واكيد غنبغي نكون عند حسن ظنكم، يعني غير تهناو الزيت بحال طحنتوها لراسكم، وكذلك اللي بغى يجي يطحن مرحبا الف مرحبا على الراس والعين، نوقف معاه محبه في الله بصفر درهم. مرحبا الف مرحبا على الراس والعين وشكرا لكم بزاف، ولي لاختكم خليكم مع لي زوديو مع شي حويجات ومع المنتوج.